السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد سعيد من قناة سيس بدون تعقيد، وده الفيديو رقم 3 من سلسلة القصص مرحلة ما بعد القراءة. طبعا إحنا بدأنا في قلنا في الصيف بعد الدراسة في 3 كورسات على القناة، كورس القصص الناس اللي مخلصة فونكس، هنجيب قصص ونقراها ونطلع الفونكس اللي فيها. الكورس الثاني لجرامر برضو هنا. الكورس التالت كورس المحادثة، وده ليه جروب واتس للتطبيقات عشان أشوف مستوى الأولاد. ما تنساش تشوف الحاجات دي على قناة الفيديو اللي قبل كده. طيب القصة النهاردة ورقم 3 النهاردة، الستوريز رقم 3 اللي هتكلم فيها هي ذا لاين اند ذا ماوس. ذا لاين اند ذا ماوس، لاين يعني الأسد، الأو ما بنطقهاش خالص، لاين اند ذا ماوس، الأو بتعمل أو ساوند. طبعا بعد القصة بيكون فيها مغزى أخلاقي في الآخر، مورال. نشوف المغزى من القصة إيه. يعني الأسد والفأر، تعال نشوف القصة دي بتتكلم عن إيه. طبعا هننقلها عندك، شوف الفيديو، آدي الأسد ذا لاين وآدي الفأر، تعال نشوف بقى القصة بتقول إيه. Well, one day a little mouse was scampering about the mouse accidentally ran across the bow of a sleeping lion. بيقول لي one day في يوم من الايام a little mouse، الفار الصغير، was scrambling، scrambling يعني يمشي بايه؟ على طراطيف صوابعه عشان ما يسمعوش. about the mouse accidentally يعني ايه؟ يعني الفار فجأة ran across the bow of the sleeping lion، مش يقصد يعني. بالصدفة كده لقى نفسه فين؟ بين مخالب، كلمة bow معناها مخلب، بين مخالب الايه؟ اسد. one day طبعا كلمه one ما فيهاش فونكس خالص، كلمه شاذه، day الاي واي بتاع اللونج اي، تمام. little بقولها little كده، شورت اي والتي بنطقها فلاب تي، little mouse الاو بنطقها او، was لما الاي تيجي ورا الدبليو بنطقها او، was مفتوحه كده في الامريكان اكسنت، لكن لو ابريتش بقول was امريكان، was بريتش. scampering يعني يحبو او يمشي بايه؟ ببطء. طبعا شورت اي سكا، وهنا البي مش هتتك، مش هقول سكامبرينج، لا سكامبرينج كانها مش موجوده، والجي طبعا ما بتكاش عليها في الامريكان اكسس، سكامبرينج. ده كله خدناه في كورس الفونكس. اليو برضو نفس الصوت اللي فوق، اباوت ذا ماوس نفس الصوت، او يو مش حاجه، اكسنلي عندي هنا السي سي بيقول لي وين ذا ليدر سي كامز افتر ذا ليدر سي اند افتر ذيم اي اور اي اور واي وي برونون ذا ليدر ذا سكند سي. صح، لو في عندي حرفين سي تمام وراهم حرف الاي او اي اي بنطق الاولى ك والثانيه س، ان هنطق دي كي تمام وهنطق دي سي. اكسيدنت يعني حادثه، اكسيدنتلي يعني ايه؟ يعني دي الصفه منها. ذا ماوس اكسيدنتلي ران شورت اي اكروس شورت او ذا بو، الاي يو بتعمل لونج او، ابو مخلب، اوف الاف الوحيده في اللغه الانجليزيه بنطقها في، اوف sleeping الاي اي بتعمل لونج اي، sleeping ما اقولش sleeping، sleeping lion شورت ايه ما بنطقش الايه الاو، هقراها ونكمل. يعني بيقول لي بالصدفه لقى نفسه بين خالب، one day a little mouse was cram about the mouse actually ran across the bow of the sleeping lion. نشوف الفقره الثانيه زي ما احنا شايفين، هو لقى نفسه فين؟ في بين مخالب الاسد. the angry lion awoke and captured the mouse in his great big furry paws. The angry lion. طبعا ده حرف المركب بيقولها ذا، هنا ما بقولش ذا، اقول ذي، ذي، ذي انجري، عشان الاي هنا ده متحرك فهنطق الذا ايه؟ ذي انجري، اسمها انجري، دي ستارت اي بنطقها لونج اي، خدناها في كورس، ما بقولش انجري، انجري. والواي في الاخر بتعمل فاينل واي. طبعا لو الطفل مش واخد فونكس هيبقى قاعد في الحصه دلوقتي مش حاسس ان هو فاهم حاجه، زي السوري في اللفظ، زي الاطرش في الزفه. لكن الناس اللي واخده فونكس معي قبل كده هتعرف طبعا انا بتكلم عن ايه. The angry lion walk long go stickers يعني and captured. احنا خدنا قبل كده ان تي يو ار اي بينطق فيها اليو زي الاس اتش بالظبط، بقول captured يعني اثر، captured captured، اليو هنا بنطقها ايه؟ ش ش كاب ش ش ش شيرت. طبعا واخدينها في الفونكس. The mouse مسك الماوس الفور in his great برضه الاي اي هنا بنطقها لونج اي، بقول جريد مش جريد، خدناها في الفونكس. بيج شورت اي، فيري خدنا اليو ار بنطقها ار فيري، والواي في الاخر بنطقها اي لونج اي فيري. كلمه فيري يعني فر يعني فرو، فيري يعني المخالب اللي فيها فرو
تمام، ده ترتيب الصفات. great big very balls. the angry lion woke and captured the mouse in his great big very balls. يعني الأسد استيقظ ومسك الفار بين مخالبه الكبيرة العظيمة اللي فيها فار. نكمل. the lion was just the lion was just about to eat the mouse when the tiny creature cried out, please set me free. one day I will return you kindness. هنا the lion was الأسد كان شرحناها was قبل كده just مش بقولها just مكسورة كده about to eat eat هنا long e ال o هنا long u صوت تاني u to eat the mouse when ال h هنا silent وشورت e the tiny i ساكن e بنطق ال y ال i هنا long i وال y في الآخر final y بنطقها e. هنا creature يعني مخلوق يعني المخلوق الضعيف اللي هو الفار cried برضه ال i e بنطقها long i. نصيحه للي ما خدش فونكس ما يسمعش الكورس الحصه دي او الكورس ده كامل لانه هيتعب جدا هيحس ان هو سوري مش مدرك اوت الاوي منطقه اوت. يعني ايه؟ يعني الاسد فقط كان عايز ياكله لكن المخلوق الضعيف الفار صرخ وقال بليز سيت مي فري لو سمحت سيبني امشي. بليز لونج اي سيت شورت اي مي فاينل واي اي منطقه لونج اي فري لونج اي وان داي ال اي واي لونج اي وان داي في يوم من الايام اي ويل انا سوف ريتيرن مش ريتيرن برضه اليو ار بنطقها ار خدنا الاي ار واليو ار والاو ار ار ري لونج اي تيرن يور كايدنس كلمه كايدنس يعني عطفك في يوم من الايام انا هرجع لايه لحضنك الدافئ وعطفك ده سيبني بس الله يصلح حالك. طبعا هنشوف الاسد هيعمل معاه ايه. شكل الاسد كده اتاثر شكل وشه كده ان هو اتاثر زي ما انتم شايفين كده شكله هيسيبه. So لذلك لونج او ذا لاين الاسد released the mouse released the mouse يعني سابه اطلق صراحه. ري لونج اي اي ساكن اي منطقه الاي باسمها تمام released يعني اطلق صراحه. يا لك من اسد طيب. A little while later اللي هو مين؟ الليدل اللي هو مين؟ بيوصف الفار بعد حبه صغيرين while لونج اي ساكن اي والاتش سايل later التي بين تو فاول later مش later later a little while later طبعا انت تقول a little while later ده مش انجليزي خالص ابنك كده كده هيتعلم فونكس علمه صح a little while later يعني الفار الصغير ده بعد شويه the mouse here heard الاي ار هنا الاي اي ار بتعمل صوت الاير ساوند heard مش هقول heard لا heard يا مستر ما كلمه hear يعني يسمع لا اسمها heard سمع. what sounded like angry roars سمع صوت زي زئير الاسد. what ال h silent short sounded ال u قلناها فوق بتعمل صوت الاو like i second e long i angry قلناها فوق roars ال a ال o a بتعمل long o ده اسمها زئير الاسد. the mouse followed the sounds and discovered the lion trapped in it made of ropes مشي ورا الصوت ولقى الاسد وقع في شبكه من الحبال. followed ال او يو بنطقها هنا ايه او فو لو لو followed ها the sounds and this short i cov short u earth short e discovered اكتشف the lion trapped trapped short a e d trapped in a net made net short e made long a of ropes يعني ايه لقى الاسد وقع في شبكه زي ما انت شايف كده من الايه من الحبال. يا خبر الفار هيساعده ازاي وهو صغير كده بقى. though لذلك though frightened the mouse was determined to keep his promise على الرغم من رعبه. though دي معناها على الرغم من frightened مين اللي خايف؟ الفار خايف من طبعا خايف انا خايف يروح الاسد تاني ياكله او خايف من حد يمسكه. though عندي ال o u g h خدناها الحاله الرابعه من اللونج او بتعمل o though frightened ال i g h باخدها ها باخدها من بتعمل لونج اي خدناها ال i g h كلمه fight fight flight تعمل لونج اي. frightened the mouse was determined determined يعني ايه عزم او نوى to keep his promise ان هو keep هنا ينفذ لونج اي keep his promise هينفذ وعده. فين وعده؟ لما قال له سيبني وانا في يوم من الايام هرجع ليه؟ لطبتك ديت يا سيدي الفاضل. تعال نشوف هيعمل ايه. Using his sharp teeth باستخدام
اسنانه الحاده يوزنج ستارت يو بنطقها لونج يو خدناها هيز شورت اي شارب الاس اتش بنطقها شا والاي ار بنطقها ار مفخم كده تيث الاي اي لونج اي والتي اتش بنطقها ثا يوزنج هيز شارب تيث باستخدام اسنانه الحاده ذا ماوس ميد ا هول ان ذا نت ذا ماوس الفار ميد لونج اي صنع ا هول حفره او ثقب كبير ان ذا نت في الشبكه بتاعت المفسوك فيها الاسد اند و سو لذلك ذا جريت لاين ووز سيت فري سو لونج او ذا جريت لونج اي لاين ووز سيت فري باي ذا ليدل ماوس خلاص لما افتح له فتحه كبيره طلع من الايه من الشبكه تمام هقولها تاني يوزنج هيز شارب تيث ذا ماوس ميد ا هول ان ذا نت اند سو ذا جريت لاين ووز سيت فري باي ذا ليدل ماوس يعني الاسد العملاق ده خرج بسبب الفار الصغير ده تعال نشوف بقى المغزى من القصه ايه the moral of this story المغزى الاخلاقي من هذه القصه ايه هو بقى is friends who are little in size can still be great friends يعني ايه الاصدقاء الذين هم صغار في الحجم يستطيعوا ان يبقى اصدقاء عظماء مش بكثره الناس حواليك ومش ب اللي لابس ومش بيه اللي يقول لك انا في ظهرك لا ده اللي بينفذ هو اللي في ظهرك يكون حد صغير جدا 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 في ظهرك ويكون اجدع من 100 مليون واحد قريب منك او صديقك او ده القصه كلها كامله هقراها من الاول يا ريت تقروها و انا مش شايف تعليقات على الكورس ده بالذات مع انه مهم جدا 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 زي ما انت شايف نشرح في فونكس انقل القصه عندك في كراسه وخلي ابنك يقراها تمام وان شاء الله قريب جدا هعمل جروب للاطفال تقرا وتبعت عشان اشوف قراءتها صح ولا غلط وكمان لو حابب تنضم لكورس الفونكس في الصيف ان شاء الله هيبدا 1/6 بعد الامتحانات هتلاقي ابنك بيقرا زي كده بالظبط واحسن كمان اسمع بس مني عشان تقرا زي ما انا بقرا one day a little mouse was scrambling about the mouse actually ran across the bow of sleeping lion The angry lion awoke and captured the mouse in his great big furry paws. Oh my God. The lion was just about to eat the mouse when the tiny creature cried out, Please set me free. One day I will return your kindness. So the lion released the mouse. Amazing. A little while later, the mouse heard what sounded like angry roars. The mouse followed the sounds and discovered the lion trapped in a net made of ropes. Oh my God, my friend. Though frightened, the mouse was determined to keep his promise. Using his sharp teeth, the mouse made a hole in the net. And so the great lion was set free by a little mouse. The moral of this story is friends who are little in size can still be great friends. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.